بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام عبر صفحة مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب. ها نحن نلتقي مجددا في جلسة حوارية جديدة ضمن الجلسات التي ينظمها مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب. عنوان جلستنا لهذا اليوم فبراير مواقف وذكريات، نستضيف من خلالها ثلة من الأفاضل ليروا لنا حكاياتهم ومواقفهم التي حدثت معهم في ثورة 17 من فبراير. وأرحب بالضيوف الكرام وأبدأ معك الأستاذ يونس محمد الكسيك. وبالمناسبة الأستاذ محمد يونس الكسيك هو رئيس لجنة أسر الشهداء والمفقودين بالتجمع الوطني لثورة 17 من فبراير، وعضو بمبادرة 120، وكذلك عضو مؤسس لحراك العدالة الانتقالية. أستاذ يونس، ما هي أبرز المواقف أو ما هو الموقف البارز الذي حدث معك في ثورة 17 من فبراير؟ نريد منك أن تحكي لنا عن أبرز مواقفك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نشكر الإخوة القائمين على مركز الشيخ علي الغرياني لهذه الاستضافة وهذه الحوارية الرائعة في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله برفقة الإخوة. أولا في 2011 احنا طبعا من بداية كنا ان احنا هذا بالنسبة لنظام الطاغية كان لا يمكن أي واحد حر أصلي لا يمكن أن يقبل بمعمر القذافي أن يكون رئيسا في يوم من الأيام. فالحمد لله منا على الشعب الليبي بالثورة وخرجنا فيها في البداية، وقلنا وكانت في يوم طبعا يوم 18/2011 كنت في ميدان الشهداء طبعا، وكانت مجزرة ما توصفش، يعني وجود توار من الزاوية وتوار من شارع الصليب وتلاقوا المهم. ولكن للأسف أن ثاني يوم طبعا أخمدت وسيطروا كتائب القذافي. في يوم 14/8/2011 عندي ولدي الله يرحمه هذا الشهيد أيمن يونس الشيخ طبعا عنده ولد من زاد عليه يوم 31/7/2011، يعني فقلت له برا انت تو حاول تمشي لغريان ودير الاجراءات وتعالى. قال لي باه. المهم فيها بيدير اجراءات الاولاد، وغاديك طبعا صارت الانتفاضه بتاعت غريان انها تحررت يوم 18. المهم قعد غاديك، المهم يوم 19 جاي نازل من غريان. لما جاي نازل من غريان في بوابه الرقاعات في كتائب القذافي من جماعة الرقاعات هذوما طبعا دارين جحف المدنيين كذا بقيادة هيثم علي الصغير دردور. هذا كان نقيب في كتيب 77، وكان بوه طبعا من جماعة الزحف الأخضر والبرامج هذه اسمها الدكتور علي دردور، كان مدير مصلحة الجمارك وبعدين قعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الرقابة الإدارية. تم القبض عليهم هو وأربعة أشخاص ثانيين بما فيهم واحد ثاني قريبي، وجايبين معاهم طبعا ذخيره وسلاح وعلم وبرنامج وعلامات. فهذيك الفتره قاعده طرابلس ما تحررتش يعني وقاعده. المهم تم القبض عليهم رفعوهم من بوابه الرقاعات، رفعوه وين؟ للمتابه الثوريه بتاع صبيعه. بعدين الولد هذا هيثم جاي حقق معاه ضربه، قال انت توا ضابط الجمرك وبويا وحنا عيناكم وانت وحنا كذا ودرناكم ومديروا لنا ثورة، ضربة كسر لحنكة بأخمس مسدس ودار محضر لي أن التقرير قال هداي هذا ما جردان غريان ينسخوا مع جردان سوق الجمعة وجايب سلاح وجايب كذا. عصبوا لهم عيونهم وداروا فيهم اللي من دارج وحولوه وين؟ لمعسكر اللي هو معسكر اليرموك اللي توها سميناه احنا معسكر محرقة اليرموك. فجانا الخبر ان في الليل ما قعدنا ندوره ما فيش حد يعطيك كل الكلام. جالوا يقولوا راهو ايمن تم اعتقاله، تم اعتقاله من قبل الكتائب. فقعدنا نمشي يمين شمال، اللي هذا ما يعطيكش كلمة. قعدنا كيف الحل كيف الحل؟
طبعا زوجته وولده المولود هذا عندي في المدينه، في طبعا انا في شارع مختار في قد امام جامع ابو منجل ما بين المعرض وجامع ابو منجل. المهم فقعدنا كل يوم هيك في دوامه، بعدين عندي ولدي الثاني المعتصم انا هذاك عارفه انه هو ممكن حيستشهد، يعني ما كنتش متوقع ان ايمن يستشهد يعني هذه، لان ايمن هذه ماليش، لكن عصام عارفه ان المعتصم هذا عارفه انه هو ما تمشيش بلاش. طبعا هذا عصام مواليد 82 وايمن 80. فالصبح قال بنمشي، قلت له ما تمشيش، قال نمشي لغريان لابد نشارك في تحرير غريان، ما تمشيش انا. وطلعت روحت الضريه قلت له لامها وين الولد؟ قالت لي والله الولد راه مشى لغريان، قال يا نكون يا ما نكونش، هذا اخر كلام. مشى لغريان شارك في تحرير غريان. المهم تخلينا في قصه ايمن، لما يوم التحرير طبعا طرابلس يوم 23/8 شنو يديروا هم؟ انتقموا انتقام اشد انتقام ولم يشهد لهذا التاريخ. يعني اذا كان اليهود يعني صادقين ان هذه تسمى هوليكوست ليبيا، يعني مساجين حوالي 145 شخص مساجين ضربون برصاص، بعدين لوح عليهم قنابل يدويه، وبعدين شنو يديروا الثاني اشد انتقام؟ يجيبوا اطارات ويطلقوا فيه من النار عم بكرسه فيهم، في اللي قاعد يحيي كلات النار. يوم 23 هذا في الليل راهو يوم تحرير طرابلس، في حاجه توجس في نفسي ما هيش مضبوطه. فكلمني ولد خالي اسمع بالموضوع، لان انا ولد خالي الثاني معاه ربك نجاه دار تليفون لي لولد خالي الثاني، حتى هو ذاك اولادهم الاربعه يعني مش لكن مش المعركه هذوك، لا هذا في مكان اخر. ويقول لي يونس شنو اخبار ايمن؟ قلت له والله الرجل في رحمه ربك. قال لي ما يجعكش خاطرك احنا اولادنا الاربعه مشوا. اولاده هو الزوز واولاد خوته واحد واحد. فما عدلت يعني اخذت الامر عادي، قلت هذا غرب ولدي توفى يجيب في مقدماته وما يبيش. اتصلت باخوه، اتصلت باخوه قلت له شنو يا فرج؟ قال لي والله اسمع اولاد محفوظ الزوز وولدي هنا ولد رمضان الاربعه مع بعضهم مسحون في طريق المطار اصح قدام بو. المهم ما اعطونيش شنو صار يعني بالضبط على ولدي يعني ايمن هذا. فالصبح جاء اتصال من غريان، شاري التليفون على طول نسمع فيات نسوين في غريان قبل عندنا، شو يقول لي راه ايمن استشهد وين؟ في محرقة اليرموك، في المحرقة. من اللي قال لي فلان فتح ولد خالك، مشينا لقينا الجثث رماد أو الصور موجودة، وشيء يعني منظر مريع ما يميت وصفش. وقعدنا في دوام أكثر من 15 أيام ما حتى اللي كلمني ما ندريش عليه، لأن مش وجعني الموت والله، وجعتني العمل التنكيل بها الناس هذه. علاش؟ على خاطر من؟ على خاطر شنو درت لي هيك؟ علاش؟ علاش انت تدير هيك؟ سبحان الله يعني ما توقعش ان الليبيين هيك يديروا في بعض. المهم قعدنا ثلاث اربع ايام المهم تم التحرير وتاهل طريق مشينا غريان. سالت على عصام قالوا لي راه عصام شارك في تحرير غريان لما الثوار جو من طريق اسمها قطيصة، طبعا انا غرياني نعرف المنطقه، منطقة اسمها برشادة، وطلعوا على منطقة اسمها الحمراء، وطلعوا على القواسم، حرر القواسم عن بكر تبعها. لما تم تحرير القواسم خش هو في ساهم في تحرير القواسم، بعدين خش معهم إلى الشليون الثاني اللي هو في غريان، هون اللي يعرفوه اللي هو غريان يعرفوه اسمها طبي. رجعوا توار القواسم أمن الإمكانات، وهو استمر إلى وسط غريان. يوم 18 بالضبط، فشندار فيه قناصة فوق عمارة التامين، وهم لط شي سبعة انفار ولا ثمانية توار. هاي الفيديو موجود عموما خذوه بالفيديو يعني فهمتهم. فسك راسه قال لهم انا بنرقى فوق وبنفك عليكم، رقى فوق وضرب منهم اثنين، وبعدين هم ضربوه ولوحوه من فوق العماره.
في وسط محطة تاكسيات تاغريال. ما فيش من قال لنا الخبر هذا. جماعة غريان ما يعرفوش لأن احنا سكان طرابلس. فقعد باقي كيف الحل؟ مشيت درت إجراءات أولية في 2012، المهم ها مفقود وبلاغ ومركز عسكري وبرنامج منهج. في 2022 يسخر الله سبحانه وتعالى تطلع الحقيقة. تطلع الحقيقة. تطلع واحدة من الصفحات فيها ولدي يقاتل. خشت واحدة من البنات عندني على الصفحة على طول قالت لي يا أبوي زوج واو عصام إيه. فدرنا مشاركة وخشينا للصفحة قاعد نتكلم تكلمني واحد من ألمانيا دكتور أسنان هو زوجته ويقول لي هذا ولدي قلت لي قال لي هذا قاتل معنا لآخر لحظة وما عرفناش اسمه ورانا مسمينك عصام الككلي قلت له جيني كيف سميت عصام قال ما لقيناش ولا في ورقة حاجة هو موجود يعني الفيديو موجود الفيديوهات كلها موجودة فبعدين جوني شهود طبعا من الثوار جوني للحوش واحد اسمه هذا ما شاء يعني ناس ممتازه جدا اسمه عبد المطلب البراوي الزغني هذا من عيان غريان بو يعني وجاء الثاني واحد اسمه السوسلي جماعه الذهب جوني للحوش قالوا لي احنا ندوروا كيف غير كيف ان بنبروا دمتنا قلت له قال لي راهو المجموعه كلها محبوسه وشدناهم وقال انا اللي اعترضت على قتلهم قال لما سلم ارواحهم وقال يعيطوا قال اعترضنا على قتلهم الكتائب وقالوا خلاص سلمناهم باقي كيف الحل؟ المهم رجعت للموضوع الاول للمفقود ومشيت للنيابه درت بلاغ ضموا الاوراق الاولى اخذوها اخوان جبنا الديسكات جبنا البرامج كلها المهم كل الاجراء القانوني اللي درناه يعني كانوا تم الافراج عليهم سبحان الله يوم تم الافراج عليهم تطلع قضيتي يعني شدوهم سنة تاني توا فرج عليه والله الأدلة مش كافية باهي كيف يا جماعة مش تشاهدوا هم نفسهم هذو معي ما يبيش يقول من ما يبيش يقول شو بدي له فرج عليه لا هو راه ما هو هذا مدير النيابة بتاع غريان لا والله ما اعتبرش كذا ما اعتبرش فرج نهائي ومش عارف شنو هو ولكن هو احنا في كل الاحوال قاعد تحقيقات جاريه ونجيبوهم قلت له كيف طلقها بالعين سيبها بالعين وتبعها بجره كيف هذا احنا في كل الاحوال يعني احنا نقولوا 10 سنوات محبوسين والله 11 سنه يا سيدي احكمه كان بالك حتى يطلع مظلوم صح ولا نصح؟ صحيح احكمه اعطيني حكم بان كذا المهم قعدنا في الدوامه تو ما زلنا قاعدين نديروا في الاجران والشهود بحيث ان نحايل القضيه للأسف إحنا توا ومع هذا كله ومع هذا كله ومع هذه المعاناة اليوم هاو لينا كم سنة وهم هذا أولادي الزوز الكبار راهو توا هذا اللي حقه أولاد اليوم الأولاد عمر 6 سنوات يقرأ في مدرسة باكستانية الحمد لله ربك من عليها فارس وكذا فهمت وخل يعني لكن للأسف إلى هذه اللحظة لا قضاء ولا حكومة ولا عمك يا صدق وبعدين للأسف القضاء يعني للاسف القضاء يطلق في الازلام اللي قتلوا صغارنا في 2011 هذا اللي اولامس عبد الله منصور هذا من ضمن كان كان من ضمن المحرضين وكان من ضمن اللي يصفي في الناس في هذيك الفتره اليوم يطلقوه ويدوا الحفله ويعطوه 200 الف دولار ويرفعوه للنيجر هي شوف لو وين توصل المهازل والمسخره بتاعت الحكومه هاي شوفها يعني ما فهمناش كيف احنا نبي ناخذ حقوقنا انا مش شرط انا مستعد نتنازل عن حق لكن نبي ضوابط نبي قانون عداله انتقاليه صح ولا مش صح نبي قانون عداله انتقاليه ينصفني انا لما انت تجيبها وتحاكمه انا نتريح ونقول والله هي على خطر ليبيا برا بينك برا صح ولا مش صح لكن انت تدير ما في راسك وهالناس اللي ضحت والناس اللي واحنا لليوم صايت يعني احنا لليوم صايرت لنا زي الحاله النفسيه في الحوش تو ام الاولاد هذيا هو بكري قدام الاستاذ الحبيب يعني لو جت صدمه في الودنين ما سمعش هي سماعه واحده بكري كلمني الولد قال لي ب 4000 قلت له برا صدق وش لك ديروا لها سماعه هذه واحده يعني زود 8000 فهمتها كيف ولا؟ شوف لوين توصل يعني العيون عيونها بالنظارات السكر ضربها طيح لها سنوب الكاميرا ركبناهم يعني وقاعدين مقعمزين البشرات على الكراسي ودايرين ما يبوا
والله ما معتبرين واحد مات، وكأنهم جوا من فوق جابتهم الملائكة حطتهم. يا ناس يا هو هذو ماي أراهم أنتم هالكراسي اللي قعمشتوا عليهم أراهم دفعنا إحنا حقهم دم. اصحوا على وجوهكم وشوفوا حلول للناس اليوم. مت يعني بدت للأسف إحنا في البداية شهر والله 2012 هذا الأب شهيد، 2013 بدت تنزل شوي، اليوم تقول أب شهيد تخاف على روحك، يقول لك احنا كنا شهداء. من هم الشهداء؟ تباكم درسوا ترسوا هاي شنو؟ كل توحت عامة الناس والله فبرايركم هذه فبراير نظيفة يا راجل، لكن للأسف المؤتمر الوطني يسلمها لل المجلس الانتقالي يسلمها. الثورة في البداية دارها تحت باطها الصلابي ما صلابي وليبيا الغد وهالبرنامج وهالدنيا كلهم دارها تحت باطهم وفاتوا لتركيا وقعدوا في قطر. هذا الواقع راهو موجود راهو. احنا قعدنا نداوم وتو قاعدين هاون يقسموا في الكيكه في قطر وفي في تركيا ولا حياه لمن تنادي. ها؟ والله ان شاء الله احنا هو في النهايه احنا ما عادش بنعيشوا اكثر ما عشنا. ولكن للاسف راهو شيء يحز في نفسي يا جماعه اللي صاير. راهو ما فيش من يشعر بهالمأساه اللي موجوده كان اللي دافع الدم راه. راهي مأساه راهي. انا اوريني حقي كله يا اخي. صح ولا مو صح؟ وريني حقي كله. وريني حقي وكله بالك اني اطلع غلطان. بارك الله فيك. الله يبارك فيك جميعا شكرا. بارك الله فيك استاذ يونس كسيت على ما اديته من مواقف، نسال الله عز وجل ان يعوضك. ولا زلنا باذن الله ما دام فينا عرق ينبض ما ناش متنازلين على وبي اسمع وراه وبي صحتنا وبفلوسنا. والله العظيم الى هذه اللحظه ما نعرف وين الحاج يكون في معلومه كراه الحوش والله الا بالايجار الى هذه اللحظه باهي. ومش مستعدين ناخذ المال الفاسد ولا أنا مستعدين الطايح على قدام ما كتبوا من الازلام على البكر وكل ما فيهم راجل خذها من الاخير. ولاني مستواي يعني حتى نوقف عليها ونكلم. بارك الله فيك واسال الله ان يعوضك خيرا مما فاتك. انتقل اليك الاستاذ الحبيب. ننتقل الان الى الاستاذ اسامه عبود وهو ناشط مدني ومنسق في ميدان الشهداء ليحدثنا عن احد ابرز مواقفه في فبراير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه ولبيته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحييكم قناة التناصح على هذه الصراحة في مركز الشيخ علي الغلياني بالتحديد. نحييكم على دائما لمواكبتكم بمواقف فبراير وانتفاضة فبراير وصمود فبراير وبإذن الله حتى تصل فبراير إلى أهدافها. مبادئ فبراير موجودة، اللي يجوا من حكومات متعاقبة من ولايات الأمم المتحدة اللي نعانوا منها صراحة، ونروا بعض من الناس أو الساسة أو من يدعون أنفسهم بأنهم ساسة يهرون إليهم وراوا كلهم تحت مظلة فبراير. شاء من شاء وابن أبا أخضر زمرة زلم سميه شن تبي لما يجي راوا تحت عباءة فبراير. هذه نعمة من نعم الله علينا. أما لذاكرة 2011 نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى فتح علينا وكنا من اتباع أهل الحق. أنا سردت لك قبل الحلقة قلت لك راهو قعدنا ما يقارب من 38 يوم، ويشهد الله العظيم هذه كلمة نقولها إنصافا للتاريخ وحقاقا للحق. والله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، كل كلمة حسبني بها الله. أنا من قبل عام بالضبط تقريبا شهر 3/2010 نقول ليبيا شنية خلاص كلمكم الله الكناسف أحد طلعت ما عاد في شيء. وين؟ السرقات، البلاء، الويلات. نستذكركم لكم حتى بموقف لواحد من زملائي كان رجل امي عمي لا يقدر يكتب. فنذكر مره صدق بزوز دينار اعطوه حق قهوه، قالوا له جيب لنا قهوه. فضوا زوز دينار اعطاهم لاول عزوز قالت له قدام مصرف. فقالوا له منين لك الحق انت تصدق من مال ما هوش مالك؟ هذا مال الوحده اللي انت. قال من البلاء اللي لقيته فيكم راكب، يوم واحد مقلوب ويوم سياره مخنوبه ويوم سياره مطربق فيها محرك.
يعني نحكي لك راهو اللي صاير. احنا ممكن لحقنا في اواخر في الثمانينات والتسعينات لان اعمارنا صغيره، ما ممكن يشوف هيئتنا يسحبنا، لكن ما رايناه في زمره وحقبه المقبور يعني ينشاب منا حتى الرضيع، مش وناهيك ان حرمنا من دراستنا والى ذلك. فالمهم ولله الحمد والفضل والمنه عندما اصبحنا نخرج في شهر 4 اواخره بالتحديد عرفنا ما يحاك ببلادنا من زمرة المقبول ومن تلاعبه ومن أكاذيبه ومن سحره وكل والعياذ بالله ما يغضب الله سبحانه وتعالى كان يخدم به هو وزمرته. حتى أني أقول لكم كلمة قالها أحد زبنيتي عندما كانوا ذاهبين للزنتان يخبرني بها أحد الإخوة وأشهد الله على ما أقول، قال له بالحرف الواحد إن ما يحاك في ليبيا ليست قصة ليبيا أو ما لذلك بزمرة يعني المقبول وأزلامه، إن ليبيا وعدا خطر وهذا سمي شنتبي و42 دولة جوع عليه وسمي من الهرات الزايدة، فقالها بالحرف الواحد، قال هذه التي نحن فيها تهم سرة خاصة سرة عامة والقدات خاصة. قعد المعتوه هذا المقبول متاعهم قعدنا سياد كيف قبل طاح طحنا معه، هذه كلمة قالها وفاضي لربي يعني هذا مشيوا عنده قضية ويعني اليوم فاضي لربي. فنقول لك لو كان يعرف انه واحد في باطل وان مراهم والعياذ بالله الفساد يعني ظهر الفساد في البر والبحر يعني ما فيش حاجه غابت منهم، يعني كل اللي بين يعرف حتى اليوم مراهم اللي قاعدين مستكبرين ويتكلموا على فبراير يعرفوا ان فبراير بريه، يعرفوا ان فبراير 2012 و13 وحتى في ال11 لحقت قسما بالله يعرفوا ان فبراير لما نارت والله انتفاضه لله ولسنه رسوله وللمستضعفين، يعرفوا هم أصلا من أنصار المقبور. لكن هذا التعنت وهذا الاستكبار هذه خطوات الشيطان، اتقوا الله ارجعوا. فوالله الحمد نحمد الله إن الله حبانا وكنا من أهل فبراير وهذا، وراه نقول لهم نقول لهم اليوم اليوم اللي فيه نفس ويلحق ويجي تحت عباءة فبراير والله العظيم هذا 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 راه شرف من عند الله سبحانه وتعالى حباك به، لأن فبراير ولله أهلها أنقياء زي ما تفضل أستاذ يونس تفضل أو قبل شهداء وقدم وتلقى ساكم الإيجار، بينما أتباع المقبور المهزوم الهالك اليوم يرجعوا لكراسيهم وكأن منتصرين. أنت ماكش منتصر، أنت مهزوم اعترف، ولكن هيهات هيهات بإذن الله ما حيينا حنكون لكم بالمرصاد والله تلا فبراير، لكن حباها الله سبحانه وتعالى بالنصر وحيحبيها بالتمكين حيمكن الله سبحانه وتعالى عباده. أنا راني طلعت من قصة 2011 في موقف حنحكيه في دقيقتين في ذكرى التحرير بالضبط، كنا في موقع ولله الحمد والفضل دلنا بوابات في منطقتي سيدي المصري غادي يا لشارع المدار، والحمد لله حتى كانت دار الرعاية للأيتام بجواري، فكانوا أتباع المقبور ويجوا لي البنات والأولاد في دار الرعاية ويقولوا لهم جايينكم ناس يقطعوا يديروا غيره، يعني صراحة حتى ما عندما دخلنا لقينا بنات في 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 ليلة التحرير بالضبط، يعني لقينا بنات وكأنهم مرتعبات وخايفات ويقولوا والله يقولوا يقول والله لما رو شبابنا ورو توارنا أشهد الله أن تغيروا في هذيك الدقيقة ونص، لما والحمد لله يعني شبابنا بالكامل درنا بوابات وكنا فيها واقفين، أقسم بالله هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى إن حباني بها أنا عبد الله الضعيف يعني، وبارك الله فيكم بشمطي عليك يا سيدنا محمد. بارك الله فيك أستاذ إسام عبود على هذه الحرارة وعلى هذه ما تفضلت به، وأنتقل الأستاذ عرفنا فيه سيد فرج طبعا تفضل استاذ تحكي لنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. طبعا فرصة طيبة أن نكون متواجد بين حضراتكم لسرد بدايات ثورة فبراير، المواقف التي حصلت فيها في بدايتها. مبكر طلحة الهوني اهلا وسهلا بك من سكان طرابلس شارع الزاويه تحديدا، انستنا في الجلسه بارك الله فيك. في 2011 البدايات طبعا بدايه الثوره زي ما قال اخونا اسامه كانت في فعلا ارهاصات لانتهاء حكم القذافي، يعني لان الظلم يعني زاد عن حده، فكان في نوع من التنسيق على حذر الخروج يوم 17/2 في الدعاوى اللي كانت تصدر ف
فكان في تنسيق على حذر للخروج. الأمانة أنت تعرف القبضة الأمنية اللي كانت يعني يمتاز بها، وين المنطقة اللي سيشرع الزاوية بجنب الأمن الداخلي والاستخبارات وكتيبة 77 وباب العزيزية، احتقان كبير جدا، مربع أمني بامتياز، مربع أمني ومكافحة الزندقة مربع أمني كان بامتياز يعني. فكان التنسيق على حذر، لكن وفقنا الله الحمد لله أن يوم 17 بعد المغرب طلعنا قدام شارع الجمهورية، الشارع اللي متاع مسجد الشيخ راضية، كنا في حدود حوالي 20 أو 25 شخص. كانت هذيك يعني الشرارة تعتبر في المنطقة، كانت في نفس اليوم العشية حدثت الشرارة في فشلوم، كانت بعد العصر يوم 17 فشلوم، وأنا كنت شاءت الأقدار أن أكون متواجد في فشلوم، فأعطاني دافع أنني نطلع بعد المغرب. وبعدين يعني صارت الشرارة في المنطقة وبدأ في تفاعل من المنطقة، يعني استجماع للهمم. يوم 19/2 أقمنا صلاة الغائب أمام مسجد سيد خليفة، 19/2 كانت على أرواح شهداء بنغازي. 20/2 بعد مكالمة أو مداخلة فضيلة المفتي كانت انتفاضة طرابلسي الكبرى. 25/2 كان صادف يوم جمعة، بعدها كانت في خروج نفس الشيء بعد صلاة الجمعة من المساجد، اصطدمنا بكتائب القذافي في الأربع شوارع متاع جامع ري محمد بالضبط تحديدا، وصار في إطلاق نار وإصابات. بعدها كان يوم الأربعاء 2 مارس، أنا التواريخ راهو قاعد كذا أمامي بالضبط ما شاء الله، كان يوم الأربعاء 2 مارس خطاب القذافي في الخيمة الإدارة. في الخطاب هذاك استشعرنا الخطر مضبوط، أنه حتكون في يعني قبضة أمنية أشد، رغم أنه راهو من 17/2 كانت القبضة أمنية قلت لك المربع أمني بامتياز المتواجدين فيه. الخميس فجر الجمعة تمت مداهمة المنطقة بالكامل، يعني أكثر من حوالي 30 شاب اعتقلوا في هذه الليلة بالضبط. شاهد الأقدار أنني وشخص ثاني يكون، أنا كنت في بيت عند صديق في سوق الجمعة، نجهزوا لخروج يوم الجمعة، لأن احنا خلاص ما عادش قدرنا نتحركوا في المنطقة، تندرات ويعني الدوريات في الشارع فصل الأزقة، يعني مش في الشارع الدوريات فصل الأزقة، والولايات الثانية حتى هو نفس الشيء كان بعد يعني خارج المنطقة. فمن ضمن الأشخاص اللي كانوا معي كان عندنا ولد صديق الله يذكره بالخير أحمد قانا من سكان رحبات وجادو، فعرفنا أن كم الاعتقال الثوار في المنطقة شارع الزاوية وأجهض الخروج، معش عرفنا وين نمشوا. قال لي شو رايك نطلع الجبل، كانت مغامره بكل ما تعنيه الكلمه يعني مغامره. قلت له توكل على الله، ما عندناش كيف نقعدوا في طرابلس خلاص، ما عادش الاسماء عمي ما عادش عرفنا كيف. فقال لي شو رايك نطلع للجبل، توكل على الله نمشي للجبل. مشينا، البوابات اللي في الطريق الحمد لله ان الاسماء عمي ما تدخل طرابلس ولم تعمم خارج طرابلس، كانوا يعني الاسماء اللي اسماء ثوار الجبل هم اللي كانوا خايفين انهم يلتحقوا بطرابلس، فكانوا مركزين اكثر أمام يعني القبضه الامنيه على الجماعه اللي يبدو جايين من الجبل اللي طالعين من طرابلس مش مدورينهم هلبا تفتيش هيك، مع ان كان ترى بوابه فجرت بوابه، يعني الجيش اللي شفته تحت شريون الزنتان كان جيش عرمرم بما كل ما تعني كلمه، جيش عرمرم بطيات مي خيم رجيمات، يعني على ركبنا من شريوني الرجبان، أول شريوني لقيناه مفتوح ونقدر نركبه منه، ركبنا منه وصادفنا بوابة للتوار، كانت بالضبط صعودنا بعد خروج يعني من مصلي من صلاة يوم الجمعة، فلقينا مظاهرة خارجة وأول مرة نشوفه علم الاستقلال في الرجبان. كملنا المسير إلى مدينة الرحبات والتحقنا غادي بالتوار، وبدأ النضال العسكري الله غالب أجبرنا أن احنا نحمل السلاح، صار في تضييق شديد على الجبل، صارت محاصرة الجبل، فردة خبزة مع شركبة الجبل، فردة خبزة عائلة راكبة عندها فردة خبزة ينزلوها منها، فردة خبزة مع شركبة الجبل، فصار في تضييق بكل ما تعني كلمة تخش، هو مش تخش محل ما قدرنا حتى لا في بنزينة لا في أكل، الخضرة توصل مهربة من جهة الأحمادة، خود أي حاجة ما عندكش خيارات ما عندكش واحد، إلى أن
يعني جاءت معركة تحرير بوابة دهيبة والغزاية والتحاق. إيه صار في تضييق، يعني عشنا شهر ثلاثة وشهر أربعة خلاص في ضنك شديد، ما عاش فيه لا غاز، لا يعني مواد غذائية تخش، لا خضروات، لا ما في شيء، لا وقود، سيارة المدرسات ما عاش قدرنا نتحركه. يعني حتى أمتى صارت معركة الغزاية، والله تم الاختيار الأشخاص لأن السيارات كانت محدودة جدا اللي عندها وقود تتحرك. راه والله غالب بيمشي فلان وفلان وفلان، راه من هنا من المدينة هذه راه بيمشي فلان وفلان وفلان، والحمد لله حررت يعني الذهيبة والواحد، وتم فتح يعني الحدود وبدأ يخش التموين ويخش السلاح، وصار في تنظيم إلى حد ما. قبلها كانت في معركة حدثت قبل الغزاية اللي هي محاولة اختراق الجبل، قام بها ولد الخروبي خالد اسمه الخوالدي خالد مع عميد أو حاجة كان من الجبل أصله هو، ف لا هو كان في الحرس الحدود، والله قالوا جماعة بمعنى أن نفض عليه التراب ونوضة معمر، كان حاط على الرف نهائيا سنين طويلة. لا يسكن هو في من الرحبات. ففي ليلة هذا جاء ركب الجبل على أساس صارت يعني أعلان حالة الطوارئ، ما عرفناش شنو بي، فقالوا لا راهو جاي يحاول أنه يوصل اتفاق ويوصل مش عارف شنو، وخذ الأمان وبيبات في حوشة، وفي ثاني يوم بيتوكل بينزل الفجر. يعني شوف الخصة اللي يتعاملوا بها، الفجر فتحوا الشريوني وركبوا السيارات المعسكر، صارت المعركة في الطريق الخلفية من بعد الشريونيات، اشتركوا فيها توار الرحبات، توار جادو، توار الزنتان. يعني هذيك كانت مفصلية، لو نجحت كانت حتشق الجبل من الرحبات، حتعزل جادو والزنتان ويفرن، وحتعزل كباو ونالوت ولاد محمود من الجهة الثانية. يعني حتكون كان، لكن الحمد لله وبفضل الله إن فشلوا في الأمر، والله عزيمة الرجال ولطف ربي كان، وحتى السلاح كان والله إلا محدود جدا 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 كان، لكن الحمد لله يعني والله لأن عزيمة الرجال. ونزلوا من الشريوني اللي كنا احنا نأمنوا فيه اللي هو كان اسمه شريوني بازينة، يعني الأخوة في الجبل يعرفوها المنطقة اللي هي بين جادو والرحبات، لا بين جادو والرحبات، هي غادية أكثر من شريوني. هم ركبوا من شريوني اسمه شريوني الخربة، كان منطقة اسمها الخربة في الرحبات، ركبوا منا من غادي خشوا. احنا كنا في الشريوني اللي قبل نأمنوا فيه اسمه شريوني بزينة، وكانت منطقة اسمها منطقة الهشوم هي اللي واخدين منها نقطة تأمين. وبعد صارت الغزاية، وبعدين صار التحاق التوار من منطقة المناطق الأخرى، خشوا عن طريق الذهابة من طرابلس ومن الزاوية، وصار التنظيم وتمركزوا في الزنتان إلى أن حررت العاصمة بفضل الله، يعني يوم 20/8. إحنا بدأنا في النزول من قبل 20/8، هو من قبل 20/8 إحنا بدأنا في النزول. بس نهاية الظلام هذه للأسف إلى الآن الإخوة لم يعتبروا بها، يعني ربك راه نهاية معمر كانت عبرة مفروض تكون لغيرها. الآن نشوفوه من الظلمة هم اللي قاعدين متشبتين بكرسي، يعني توني قبل ما نجيب شوية شفت فيديو غريب في رسائل تهديد للمتظاهرين المدنيين من قبل مجلس الدولة، يرسلوا في رسائل بنفس الصيغة من أنتم، والله بنفس الصيغة من أنتم. يعني أمس كان في عضو مجلس الدولة وصف المتظاهرين المدنيين بالرعاة، واليوم هو هذا قزيط، واليوم يعني مسربين فيديو، مسجلين فيديو لمجموعة مجهولين يهددوا رسائل تهديد وعيد للمتظاهرين اللي مطالبين بالانتخابات، وفعلا مطالبين بالانتخابات الحقيقية، مش التزوير اللي قاعدين يديروا فيه، يعني المؤامرات اللي قاعدين يديروا فيها عبر التعديلات وهمية انهم يبدأوا الانتخابات. بس حقيقة الامر هم يبوا يصنعون طاغية جديد، رئيس يعني بصلاحيات والله رئيس امريكا ما يملكها، ما فيش مدد واضحة لدها، الغاء مشروعية وشرعية فبراير في الاعلان الدستوري عبر اسقاط المادة 17. وللأسف يعني هادهم قاعدين ما يبوش يتطهدوا من نهاية الظلمة، يعني تاريخ يعني حديث، نهاية معمر تاريخ حديث، كنا عصرناه، اللي موجودين توا كنا عصرناه،
قلنا شفنا نهاية الظالم كيف تكون، يعني بعد العز اللي كان فيه والسلطة والجبروت أخرجوه من أنبوب تصريف مياه. يعني هذه عبرة مفروض يعني قدام عيونهم يشوفوها قدام ديما. يعني أي واحد بيفكر إنه هو بيظلم أو بيطغى أو بيكون ضد إرادة الشعوب مفروض هذه يشوفها قدامه. وبارك الله فيكم على الاستضافة، وإن شاء الله ما كناش أعطلناكم بس. جزاك الله كل خير وبارك فيك أستاذ إبراهيم أو أستاذ أبو بكر على هذه الإطلالة الطيبة وعلى هذا الكلام الطيب صراحة. يعتبر ذاك نعم أيام بالتاريخ، يعني الذي أعجبني فيه هو استحضاره للتواريخ. يعني بارك الله فيك. وانتقل اليك استاذ الحبيب الامين الوزير السابق للثقافه. خلينا في التاريخ. ادع لك المجال لتحدثنا عن ابرز المواقف التي حدثت معك في ثوره 17 فبراير. اولا السلام عليكم وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو طبعا هذه ذكرى لها شجون يعني، وفعلا لما تتذكرها موش بشر اللي ما تذكرش الشهداء، لأن لولا هالناس اللي ضرحت وضحت وتقدمت، وفي الحقيقة أن الأقلية تقدمت في الأيام الأولى وليست أغلبية يعني، وهؤلاء يعني هم اللي كانوا يوسف وابنهم خرجوا بصدور عالية وبدون سلاح وفي كل المدن. فلما نتذكر أنا مثلا طبعا أنا كنت نكتب على النظام منذ ما قبل فبراير، يعني كنت معروف عندهم عارفيني هم وآخرين، يعني هم كانوا قلة اللي يكتبوا فيما يسمى مقالة الرأي في ليبيا، لأن للأسف القدافي أنتج إعلامي السلطة ومثقف السلطة، لم ينتج إعلاما حرا ولم يسمح به طبعا. فكل صاحب قلم يطلب الحرية ويتكلم في الشؤون العامة هذا كان يدع السجن يعني، أو يطارد أو يقمع أو يغادر يعني. وهذه هي رأي أعظم قيمة، لأن توا فبراير ما هيش كانت ثورة قالت أنا بندير إعمار وجاية بندير استثمار. فبراير هي كان هدفها الحرية، يعني نحن كنا في قفص مظلم معتم لا نستطيع أن ننتقد حتى الخبز، لا نستطيع أن نتكلم في أي شيء كما يتكلم العالم. وهو الإنسان بدون حرية، ما هو الإنسان يعني، هو الإنسان بدون حرية هو يصبح كالأنعام يعني، يعني يسام ويضام كالقطيع يضرب ويرعاه الراعي بعصا وهكذا بدون حرية. ولهذا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا، هذه حتى العالم الغربي يستشهد بها العبارة هذه، لأن هذه من أعظم ما قيل في الحرية. الأمم المتحدة مكتوب. إيه من أعظم ما قيل، في أعظم قيمة هي الحرية. ونحن كنا ال 42 عاما في معتقل الليبيين كلهم يعني. ولهذا ليبيا منذ 42 عاما وهو يزج بالأحرار في السجون. فقمع من قمع وشنق من شنق.
وهجر من هجر، وظل الحال على ما عليه. يحكم الليبيين إلى ما بدا بوادر الربيع العربي في تونس ومصر، وهذا ربما حرك المشهد الليبي وساعدنا حقيقة. فأذكر أني أنا كتبت مقال باسمي، يعني باسمي وبصورتي، يوم 12 فبراير، كان عنوانه جرس على قارعة الصفر، بمعنى علينا نتحرك، هذا جرس يعني. وتكلمت فيه عن، وصفت النظام، وأن هذا النظام أصبح خردة بكل المقاييس والمعايير، وضربت ما سمي بتيار الإصلاح. فقلت لهم حتى الإصلاح انتهى وقته، لأن كنا نخشى، وهذا ما حدث في بداية الثورة عندما خرج البعض وقالوا لا لا تقولوا يرحل النظام ويسقط النظام، في إمكانية الإصلاح، وهذا حدث حتى في بنغازي أمام المحكمة من مجموعة معروفة الآن بالاسم، يعني جول الشباب، وقالوا لا ما تقولوش إسقاط النظام، قولوا راهو في إصلاح ونريد إصلاح كان في مجموعة نادت بهذا الأمر. ولهذا ودعوت الشعب الليبي صراحة مباشرة، أدعو الناس للخروج، وهذه فرصتكم، وهذه لحظة من التاريخ ومع التاريخ للخروج. طبعا أذكر عندما كتبتها، أذكر أن زوجتي قرأتها في الليل قبل أن ننشرها، فهي لاحظت على ملامحها أن هذه أول مقالة، هي دائما ما تبينيش طبعا تتمنى لا أكتب يعني، لكن هي أدركت أن هذه، قلت لها أنا هننشرها لن نتردد في هذه بالذات، وهذه مصر عليها بإصرار عجيب، ولنها نشرت يوم 12. طبعا أنا توقعت أنها حيقبض علي بأسرع وقت يستطيعوه هم. فأنا يوم 13 سافرت من بنغازي إلى مصراتة، وصلت مصراتة تعرف أن يوم 15 تحركت بنغازي. فيوم 15 أنا كنت على في مكتب عندي أخي عنده قاعة ومعرض للأعمال الفنية، فهو فيه متوفر الإنترنت أخي محمد يعني. فقلت لي مش هنروح، هنقعد فيه، لأن بنغازي بدأت يوم 15 تتحرك. وكنت على اتصال مع آخرين غالي ومع بعض المعارضين الليبيين في الخارج يعني. ليالية التحرك خاصة، نعرف أن نحن كنا نخشو أن يسكت صوت الثورة، فلا يعقل أن كل الناس هتقدر توصلها وسائل الإعلام في دولة لا يدخلها الإعلام. نحن مشكلتنا نختلف عن مصر وتونس أن ليس لدينا إعلام خارجي كان موجود، بل إن الجزيرة منعت، وهي اللي كان الناقلة للتوراث قبل أشهر من في مشهد استباقي يعني. فلهذا ما كانش أمامنا الإنترنت، كنا نتوقع أن الإنترنت هتقطع، فكان تركيز النقاش على كيف يتم الإيصال يعني. فأذكر في تلك الليلة، ليلة 15، كنت على تواصل مع محمود شمام، مع جمعة القماطي، مع أخوي حسن الأمين، مع عاطف الأطرش في بنغازي، مع طارق الجزيري، ونبهتهم حاولوا تساعدونا في الإعلام، إما باستلام المراسلات الصوتية أو المصورة، أو بأنكم توفروا أجهزة اتصالات تنقل عبر الإنترنت أو بأي شكل آخر، وأيضا أنكم توفروا عناويننا وأرقام هواتفنا لوسائل الإعلام الأجنبية، بحيث هم يقدروا يتواصلوا بين معنا عبر الأرقام. مرة يكونوا في أماكن ما يقدروش نحن نتصلوا بهم، لكن هم يمكن يقدروا. وفعلا يعني بقيت تلك الليلة في المكتب، فأقفل الباب، أخي محمد نزل الباب اللي هو السرانتي بتاع المحلات،
فقلت له نزل وني نقدر نرفعه من الداخل لو نبي نطلع يعني. وأذكر في الصبح يعني الساعة 7:30 6:30 كذا خرجت، فتوقعت أن يكون الشارع فاضي كما العادة، اللي تعرف أن التوقيت هذا في العادة ما تكونش حد واقف في الشوارع يعني. المشهد الصادم اللي عندي اليوم أنت راجع فيه أن الشارع كان مليان بالشباب، مليان، وهذا مشهد غريب للشباب في تلك يعني ما فيش حد ينوض الصبح بدري معروفة، وكانوا كلهم ماسكين زي ما يقولوا الأرصفة ومتكين جماعات جماعات كأنهم ينتظروا في شيء. فمشيت أنا جبت كوب من القهوة ورجعت، لكن دخلت إلى محل فوجدت المحل مليان شباب. خذيت مش عارف شنو خذيت منه وأنا طالع التفت، وأذكر أني قلت لهم هذه الكلمة، قلت لهم هذا اليوم وما بعده هو مستقبلكم أنتم مش مستقبل الشيابين. إذا كان أردتوا أن تصنعوا المستقبل، مستقبل ليبيا هو لكم، فانتبهوا وتابعوا ما يحدث وكونوا في الحدث. طبعا لم يرد علي أحد، لكنهم كانوا يسمعوا بإنصات، فيش حد رد علي، يعني فهمت الرسالة خلاص فهموها. هذا يعني بالتحديد يوم 16 يوم 16 يوم 15 دقائق على الانفصال. آه. فعدت للمكتب ودخلت، بعد جاء أخوي محمد، بعد جو صديقين جلسوا، كنا نتحدث في نفس الموضوع. بعد اتصل بي عاطف لطرش وبلغني بنغازي تم القبض عليه، على إدريس المسماري وعلى محمد سحيم، وبلغني جابر العبيدي ان انتشروا جماعة القدافي في بنغازي وبيبدأ صدام. بعدين كلمني جمعة القماطي في الليل، نبهني قال لي حيتصلوا بيك الجزيرة ممكن الصبح. فعلا اتصلوا بي الجزيرة حوالي 10:30 كي، وقالوا لي أنت الآن على الهواء. في تلك اللحظة أخوي محمد خرج منذ فترة قبل يبدأ، وعاد في أثناء أنا كنت بنتكلم، قاعدين يجهزوا هم في الصوت، قالوا يرجع شوي نعدلوا معك الصوت مش تكونوا معانا على الهواء. إذا بأخوي محمد دخل من الباب ووجهه يعني لا يبشر بخير، وكأنه هناك شيء عظيم أو شيء سيحدث، وجه كان. فأنا انتبهتك وبعدين ما عش، لكن بعدين هو عاد وجي قدامي قال لي يا حبيب رد بالك تدير حاجة، أراهم محاصرين الشارع وجايين بيقبضوا عليك، وبلغوني وهم قدام المكتب وراو كلاشناتهم في ديهم، فأرجوك امسك أعصابك وانت عصبي تو بترد عليهم، راني اللي شفتهم في عيونهم هؤلاء جايين ممكن حتى بيطلقوا النار. فقال لي، فأنا أذكر أني أمامي كان كرسي من الغضب يعني فركلته، وأذكر الكلمة اللي قلتها يعني، قلت الآن بعد ما وصلت لينا بيشدوني، يعني إني وجعتني إن إحنا وصلناها وإني تو بيشدوني. وطبعا ما فيش باب خلفي حتى باش تقول نطلع والله. وفعلا مروا وصبوا في الباب، وكان على رأسهم واحد يسمى هو رئيس الأمن الداخلي عقيد معروف يعني في مصرات اسمه علي الصادي، وكان من القمعيين جدا يعني من أشرسهم يعني جايبين. فلما خرجت يجوا بيحاولوا يديروا لي زي بكلب شو كذا، فأنا رفضت. وبعدين قلت احنا نركبوا في سيارتنا انتم تفضلوا شو انتم، قال لا تركبوا في سيارتنا، فهم سحبوا الأقسام هذين. فأدركت مع فركبت إذا بيهم بيركبوا أخوي محمد، فقلت له انت ما علاقتك جايين؟ قال لي لا احنا جايينكم انتم اثنين. فركبوني انا واخي محمد يعني، وقاعد معايا الموبايل في يدي وقاعدين الجزيره على الخط. ف
فحاول هو كان هو اللي يقود في السيارة وراي اثنين راكبين بيحاول انه يفتك مني الموبايل. فأذكر أنني ضربت يده وقلت له أسمع أنا حنقول كلمتين فيه، لكن لو تجرأت علي وقطعت علي سأضربك ولو هذي مفرغوا فيه. طبعا هو توقف، ولماذا توقف؟ لأن الشارع كان مليان، فخشي إن صار صدام بيني وبينه أن حتوقف السيارة الناس حيفطنوا حيصير إطلاق رصاص وهم يكونوا حصلوا بين الناس. فأدرك أن المعركة مش في صالح أنه يستفزني لارتكاب حماقة زي فعلا كلمت الجزيرة قلت لهم الآن تم القبض علي من قبل الأمن الداخلي للقذافي. فهم نزلوها خبر عاجل فعلا في الجزيرة، نزلت خبر عاجل قبض عليك حبيبنا مين وكذا في مصرات الآن. وكنت على موعد في اليوم نفسه اللي هو يوم 15 هذا مع حسين جرادة في قناة الحرة الأمريكية، لأن كلمني هو كنت أنا يعني كنت عندي علاقة بحسين تواصلوا مع بعض. فكنت نقول له من قبل يعني قبل نبدو يعني ممكن في بداية فبراير، وقاب نقول لي يا حسين تو انتم مهتمين بالثورة المصرية والثورة التونسية، أرجوك عندما نبدأ نحن نكون معنا. قال لي ابدوا وسأكون معكم. فعلا اتصل بي يوم 15، قال لي يوم 15 يوم 14 في الليل، قال لي يا حبيب تطلع معي بكرة من ليبيا لايف؟ قلت له نطلع ولو شنقني القذافي. فطبعا ما حصلش هذا الامر يوم 15 قبض علي، لكن حسين دار الحلقه وبدي الحلقه بالخبر العاجل وحكي القصه. كان يفترض يكون معنا حبيب لمين اليوم، وهو قال لي انني ساكون معك ولو شنقني القذافي. واخذت طبعا الى طرابلس على عجل وباقي القصه في السجن يعني. لكن حسين جراد بعد طلعت دار معي لقاء بعد طلعت من السجن في 24 سبتمبر أغسطس، وقال هذه الحلقة التي كانت مؤجلة. طبعا كنا فالحمد لله يعني. وترحم على أرواح كل الشهداء الذين قدموا أعظم منا بآلاف المرات ونحن لم نقدم شيئا أمام ما قدموه. تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير أستاذ حبيب الأمين على هذه الحكاية. لحقوا بعدين ولد أختي، حتى ولد أختي خذوه. تحمل حوش. طبعا كنت أنا قلت البيت برا، فما دونيش أنا أخذ أخوي. هم هذيك الفترة. أخوي هذيك الفترة اللي جاي. طبعا وقت أزف صراحة. بعدين حولوهم لي. أستاذ فرج نعتذر منك. لأن الإخوة يعني سمحت الخلل الفني. لا نستطيع الإكمال يعني. لكن نحن نوعد المتابعين إن شاء الله حيكون. لأن عندنا ما نسرد مازال. إيه حيكون. مازال عندنا شيء نحكي. باقي الأمر حيكون مسجل يعني بإذن الله إن شاء الله. هو بالنسبة لل فذيك الفترة توم في مجال. في مجال يتكلم أستاذ فرج ولا نختم إن شاء الله. لو تقدر تجملنا الامر في خمس دقائق ممكن. والله نحاول. اي استاذ فرج تفضل. انا نحكي على فتره بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا حقيقه يعني فبراير مرتبطه دائما معي بالفرح يعني. ما شاء الله. لان يوم 16 خرجت من السجن 16 فبراير. طبعا بعد 15 سنه في سجن القذافي. فإن شاء الله يعني في خلال الوقت اللي أنت تحت نحكم ما كان يحدث في داخل أسوار بوسليم، كيف كان استقبالنا للخبر يوم 15 وش صار معنا في يوم 16 يعني. نحن طبعا فترة الأخبار الثورات الربيع العربي من قبلها بسنتين شبه فرضت علينا عزلة، العزلة تفرض في السجن بعد نوع من الانفتاح وكذا. تم تجريدنا من كل وسائل اللي ممكن تربطنا بالعالم الخارجي يعني.
ما فيش إلا تلفاز نطلعوا له فترة الخروج للشمس مبرمج على قنوات القذافي، والله الصحف الناطقة باسم النظام، بذات الصحف الأربعة المشهورة هذه، الجماهيرية والزحف والفجر والشمس. فما فيش يعني نافذة نطلب بها العالم إلا عما يأتينا من أمام الزيارات يعني. لكن طبعا لأن كانت الفترة هذه يعني فترة المراجعات للمقاتلة كما هو معلوم وكذا، فكان هم عندهم جهاز تلفاز فيه القنوات الجزيرة وكذا، فكانت فتصل الأخبار يعني. فأنا نذكر يوم 15 جانا اتصال من القاطع اللي مقابلنا ساعة متأخرة من الليل، لكن راه تبادر يعني حسب ما ذكرت الجزيرة أن في أحداث سيارتي بنغازي، أن في ناس طلعت قدام المديرية وكذا، والمجمل أن راهي بنغازي تحركت يعني. اليوم الثاني اللي هو يوم 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 16 من المفترض الساعة 9 يفتحوا الأبواب نطلعوا للشمس كوم معتاد يعني، لكن تفاجأنا أن ما صارش يعني الأمر هذا يعني. 9 زاس 10 الأبواب مقفلة يعني، لكن جو نادوا عليه واحد من الشباب من طرابلس على أساس أنه عنده زيارة. فطبعا أنا كنت الفترة ذكي بعد حكم الإعدام وبعدين استئناف وبراءة سنتين محكومين بالبراءة، وكان النظام ما عندش ما فيش أي بوادر أنه بيتم الإفراج عنا يعني. ما تركش طيارة أنت باش تمشي للنيجر. لا ما فيش طيارة. فقاعدين داخل 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 السجن بذات قضيتنا، مر علي حكم البراءة بتاعنا سنتين وما فيش إفراج عنا. لكن يوم 16 لما خرج واحد بنفسه فرض قضيتنا، بعد شوية جاء وجيب معه البدلة العربية طبعا محتادة في قالنا راهو هل يجوا حكونا راهو بلغوهم في البوابة أنه في يعني تقدروا تاخذوه معكم بعد شويه في فراش يعني. ولكن من اسمك نصيب. لا هي المجموعه كانت 110 اللي افرج عني من يوم 16. ففعلا بعد شويه بدات الجلبه في السجن وكذا، وفتحوا الابواب ونادوا على الاسماء اللي هم طبعا قائمه اللي اختيرت على اساس يفرج عنها في اليوم يوم 16. وسبحان الله بسرعه غير عاديه يعني، كانت كل القنوات متواجدة، الجزيرة العربية بي بي سي موجودين يعني في خيمة طبعا، وتطلع في تسجيل هيك انك تتقدم بالشكر مش عارف لمؤسسة قذافي على هذه الفرصة وإتاحة الإفراج وكذا، وتتصل بأهلك والأهل كنا يعني احنا بالذات المفرج عنا وصل بطريقة أخرى خبر الأهل أننا نرى فيه إفراج حيفرج عنا يعني. فطلعنا مثلا للخيمة هذه، بعدين قالوا على أساس بالنسبة لخارج طرابلس توجي حافلة الساعة 7 قدام السجن وتشيلك بترفعك المطار من ثم تمشوا للبنغازي. طبعا من ضمن الأشياء الطريفة أن نحن قبل فترة الإغلاق هذه كانت منع على السجناء أي شيء يدخل من أهلهم يعني أسرة السجين تجي تضع مبلغ من المال في إيصال، وهم كانوا يدخلوا في الأشياء خاطي الطعام، تجي عربة بعض احتياجاتك زي ما تقول عطور مش عارف مواد تنظيف كذا تشريها مالك أنت يعني، اللي يودعوا لك أهلك في السجن. فلما طلعنا الإدارة قالت راهو اللي عنده العهدة متاعت المبالغ بتاعها كم تقدروا تنتظروه مازال ساعة أخرى ويجي إيش يعطيكم. أنا طبعا ما كانش عندي ذاك المبلغ قاعد، لكن في واحد من الشباب قال بينا رجوم، قلت له تعرف انا نقول لك حاجه، لو كان عندي مال الدنيا كلها انا مش حننتظر دقيقه انا اطلع. 15 سنه. ففعلا يعني احنا لذلك معليش انا ممكن يتغير، لان انا دائما فبراير سبحان الله معايا مرتبطه بالفرح مرتبطه بالحريه بمعناها الحقيقي يعني، نعتبر فيه كجميل كدين يعني. والحمد لله ان احنا خرجنا رغم على النظام، هو دار المحاولة هذه بحيث يخفف الاحتقان، لكن الأمر جاء خلاف ما هو يعني. مشينا طبعا طلعنا استقبلنا واحد من أهلي طرابلس أنا والمجموعة اللي معي أربع أنفار بارك الله فيه يعني، غدا وعشاء وبعدين جينا في الطائرة. أذكر أن يوم 16 بعد العشاء بفترة كين نزلنا لمطار بنينة، كان لها الكلمة في استقبالي طبعا، فقالوا لنا في حاجة، قالوا نحن استغربنا شيء، قبل كان في طيارة جت
نزلهم منها ناس أغلبهم يعني ذو البشرة السمعكي ولبسين بدل عربية لون أخضر ويهتفوا كذا. طبعا هذا فيما بعد علم أن ضمهم هم جماعة القبعات الصفر اللي يستعان بهم في فالليلة هذكي في بنغازي ومع بداية 17 في الصبح مشيت الجالو لأن الأهل غادي. فسبحان الله وصلنا الظهر مدخل جالو كانوا الشباب يستقبلوا فيه على مداخل أوجلة لأن الأحداث بدأت تتسارع وصار الأحداث اللي قدام الكتيبة وكذا والاستقبال كان يعني مش عادي. في نقطة بس نبي نحاول نذكرها سبحان الله من ضمن الناس اللي كانوا يجوا لتهنئة أحد الشباب يعني ممكن تركته يعني صغير يعني لكن كان متحمس حماسة غير عادية وكان دائما يقول والله أنتوا أقل شيء كنتوا بعذركم بالسجن أقل شيء في شيء سبب يعذر عندنا لكن نحن كيف صبرنا كل السنوات ويحفظ في الشباب. أنا كنت لما هو يتكلم واسمه أبو زيد يقول هذا مشروع شهادة هذا شهيد يمشي على الأرض. وفعلا في أول دخول للكتائب لمدينة جالو استقبلهم طبعا على مداخل المدينة وقتلوا نحسب عند الله شهيد. لكن من حديثة ومن من من أنه هو فعلا كان على موعد. وهي جالو مثلا مش لينها مدينتي لكن نوعا ما لعلنا نختم محمد ما أعطيتش حقها مني يعني جالو تعتبر في الجنوب ومن المدن اللي لما رفعت علم الاستقلال ما نزلتش لين تمت فبراير وكذا يعني. ورغم يعني الرات اللي جال لبنغازي في 19/3 كان منه جزء توجه لجالو ووجهه الشباب وكان في اليوم هذاك قربت 4 شهداء هي بالمجمالي قربت 20 شهيد هذا خاطي الجرحى وكذا. ورغم الضغط والابتزاز اللي كانت تتعرضها للأسف الشديد من الهالك اللي هو المفترض يكون ابن هالباظ وكذا اللي هو رفيق القذافي بكر يونس. حتى كانت هناك بعض الكتائب كلمة جي لجالو تأسر مجموعة من الأهالي فكان التفاوض أنكم أنتوا إذا كان تبوا أولادكم يفرج عنهم فلابد شنو تعنوا عودتكم للنظام وللقيد ولل فيعني نبي نختم أن فبراير خير بالنسبة لي أنا دائما نستبشر بها رغم التعثر والوجع اللي سمعناه من الأخوة يعني فعلا هو واقع كان فيه نوع من الواقعية لكن نقول أن الأمل مازال قريب وفبراير بإذن الله بتضحيات زي ابن أخونا يونس وكذلك اللي سمعناه وزي ما ذكر أخونا بكر مش حتى ذهب السودان بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك فرج المجبري على هذا الموقف العظيم ولا شك أن المواقف يعني تختلف يعني ما بين فرح وما بين حزن وما بين وهذا هذه حال الدنيا يعني لكن كلها خير بإذن الله والمؤمن يعني أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أجدد شكري وامتناني لجميع الحضور وإلى هنا نصل إلى لو في إضافة في أقل من دقيقة بعد إذنك يعني أقل من دقيقة نعم بارك الله فيك. صراحة كلمة بنوجهها لكافة أبناء ليبيا ومنهم المؤسسة العسكرية اللي قاعدين على عهد يعني ناس في 2011 مرضوش أن يضروا أهلهم ودويهم وناسهم وكانوا في صف التوه في ركب التوه. أما نتكلم على الجزء الثاني نقول لهم والله فبراير من أكثر الناس اللي استفدوا بها أهي أما الناس من الراحة من مرتبات من عدم الولاء اللي كان يقول لك هذا أبيض أبيض وأسود وأسود اللي كان الصدق حتى على الإسلام هم كانوا يجيبوهم بالشكل الآخر وهذه العبودية بعينها. فنقول لهم ارجعوا والله فبراير أشهد الله أن زهور وورد تنشم وهيهات هيهات حتكون فبراير هي بإذن الله تعالى في كافة ربوع الوطن وسيزاح المجرم حفتر وزبانيت الله أكبر. بارك الله فيك بارك الله فيك أستاذ أسامة بارك الله فيكم الحضور مرة أخرى جزاكم الله كل خير. ولا شك أن البعض يعني تكبد عناء المجيء وبعض عنده ظروف وكذا فنسأل الله أن يبارك فيكم يبارك في أوقاتكم وأن يبارك في أعماركم وأن يعوضكم خيرا مما فاتكم. متابعين الكرام عبر صفحة مركز الشيخ علي الغرياني الكتاب إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة الطيبة والمباركة استودعكم الله.